الفنان حمزة الطاهري يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بما قاله عن الفنانة لبنى أبيضار. إليكم التفاصيل. في منشور شاركه الفنان المغربي حمزة الطاهري عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام، تحدث عن الفنانة المغربية لبنى أبيضار، وأشاد حمزة الطاهري بتميز الفنانة لبنى أبيضار حيث نشر صورة جمعته بهذه الأخيرة التي أكد من خلال كلامه عنها أنها فنانة متميزة وقادرة على تبليغ رسالتها من خلال نظرتها فقط. كما أضاف حمزة الطاهري خلال المنشور الذي يشيد فيه بتميز لبنى أبيضار قائلا: في البدايات التقيت بامرأة ذات حساسية كبيرة، ممثلة قادرة على إيصال رسالة من خلال نظرتها فقط دون أن تنطق حتى بسطر واحد. في هذا المنشور الذي يشيد فيه حمزة الطاهري، دفع الفنانة لبنى أبيضار إلى الرد عليه بتدوينة أخرى قالت من خلالها: ألتحق اليوم بفريق عمل فيلم أوتيستو. الممثل المتألق حمزة الطاهري: سررت بالاشتغال معك عزيزي.